نتكلم أكثر عن هذه القصة ونتعرف عليها. نرحب ضيفنا في الأستوديو سلمان العميري، وهو لاعب كمال الأجسام من فئة الصم، وأيضا نرحب بمترجم الإشارة الأستاذ سعود العصيمي. أهلا وسهلا بكما. أهلا وسهلا بك أستاذ سعود، وأهلا وسهلا بك سلمان. حياك الله. يا هلا ومرحبا، شرفنا فيك. الله يحييك. طبعا اليوم إحنا بناخذ الإجابات من سلمان من خلالك أستاذ سعود، يعطيك ألف عافية. أنا أبغى سؤالي الأول له، ليش اختار سلمان لعبة كمال الأجسام؟ في البداية أنا كأصم كان عندي حماس لأي لعبة أخرى تكون فيها بطولات ومراكز ومنافسات، وجدت ما في إقبال من الصم، فقررت أني أختارها أنا من بدء البطولات. الحمد لله في البداية حصلت على المركز الثالث من الدمام، بعدين بعدها في الرياض هنا حصلت على المركز الثاني والحمد لله. طيب خلنا نروح شوي. هو قال إن ما في كثير من الصم يقبلون على هذه اللعبة، أنا أعتقد إن بسبب إنها لعبة معلومة فالتواصل مهم جدا، كيف تجاوز هذا التحدي؟ يقول الحمد لله بعض الأشخاص متعاونين معي بشكل كامل، بعض الأشخاص ما يجدهم، هو البحث عن المعلومة الحمد لله بكل سهولة، وبدأنا الآن نتوسع وصرت أخدم الصم على رأسي. ما شاء الله تبارك الله. هي لعبة تحتاج الكثير من الانضباط أكيد على مستوى النوم على مستوى التمرين. خلينا نقول تجربته فيها لنا. تجربته في لعبة كمال الأجسام حتى يكون بطلا. يقول في البداية كان عندي شغف داخلي ورغبة داخلية من عندي أنا. جميل. متى البداية؟ في البداية كان عندي من 2007 إلى الآن الحمد لله. جميل. إيش تعلم من هذه اللعبة؟ يقول الحمد لله أول شيء تنظيم الغذاء، الصحة الجسدية عندي، والآن الحمد لله أصبحت متمكن. في البداية عانيت بس الآن متمكن. فكرة أنه يدخل عالم البطولات، كثير يلعبون هذه اللعبة كهوات، لكن أن تكون بطلا هذا أمر في غاية الصعوبة. متى بدأت عند الفكرة؟ يقول من سنتين بديت أفكر فيها الحمد لله، ودعموني في البداية نادي الدمام والحمد لله، والآن في الرياض الحمد لله مستمر معهم. بالنسبة لفئة الصم يعني هالتجربة الناجحة والتحقيق البطولات كيف ينقلها أيضا لزملائه لمن يتواصل معهم من هذه الفئة؟ يقول الآن يتواصل معي الصم بشكل مستمر وأقدم لهم مقاطع توعوية ووجبات غذائية، وقد يصعب هناك بعض المقابلات وأرسلها لهم عن طريق الجوالات وهي سهلة جدا. عظيم. يعني هذه القيمة الرائعة جدا لأنها خبرة كبيرة أكيد اللي حصلت وصار بطل فأنه ينقلها لزملائه. يقول تشرف فيها. الانطباعات، الأصداء، لأن تكون بطلا أنك تدخل على الستيج أو المسرح لكمال الأجسام، كيف لقاها؟ كيف شافها؟ يقول الحمد لله أول شيء من جهة الصم كان عندهم انطباع جيد وكان دائما يدعموني يقولون استمر وكمل فيها، هذا من ناحية المجتمع أسرة. أما في الأسرة يقول بالعكس كانوا منبسطين جدا من الإنجازات اللي وصلت لها. جميل. يعني الحديث حول رسالته، رسالة سلمان لأي شخص عنده أي إعاقة كانت أو أي أمر قد يعيقه، كيف يمكن أن يتجاوز إذا شاف والله مجال أنه ما فيه ناس يدخلون كثير من نفس طبعا ما يعانيه، كيف ممكن يوجههم الرسالة؟ يقول في البداية يكون عندك صعوبات لابد تجد من يساعدك ويرشدك، ساعدني كثيرا المدربين ساعدوني والحمد لله تجاوزت المحن. من أكثر الناس اللي ساعدوا في اللعبة؟ المدرب. يقول المدرب ساعدني اسمه سعد الهزان، يقول ساعدني كثيرا في هذه وأشكر أقدم له الشكر في هذه. إنه وصل له تحية. وش مستقبله في اللعبة وكيف يشوف مستقبله؟ يقول بإذن الله مستقبل إن شاء الله راح يكون عندي إن شاء الله بنية وراح أوصل إن شاء الله مراكز أعلى بإذن الله. بإذن الله. تواصل مع الاتحادات المعنية، اتحاد كمال الأجسام والجهات المنظمة المعنية، لأن هذه موهبة يجب أن تتبنى يعني حتى يقدم خدماتها للجميع توعويا.
يقول الحمد لله قدموا لي يعني بعض المساعدات، أعطوني بعض البطاقات يعني عضويات. نادي الصم في الرياض، رئيس نادي الصم بالرياض الأستاذ علي الهزاني دعمني كثيرا بحكم دعمه للصم بشكل عام ودعمني بشكل خاص. أنا يقول على رأسي بإذن الله. يعني هو قال أنه أبغى يتقدم يبني بنية أفضل جسدية عشان يحقق بطولات، يفكر باحتراف اللعبة، يتابع بطولاتها العالمية. يقول لا، تركيزي الآن حاليا على نفسي، على المحلية. خطوة خطوة ولا ماله في العالمية؟ يقول إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. يعني أسعدنا حضوره، أسعدنا أيضا همته. هذا الشيء اللي القوة دائما تنبع من القلب يعني، فبالتأكيد يقول أنا أتمنى أني أنا وياك بإذن الله يكون لنا دور في أنا التمارين. بين توعدنا أنا وياك بنتمرن، خلاص انتهى الموضوع. نحدد اليوم، بستفيد من خبرة سلمان في أنه والله نتمرن سوا. أعتز بك أخ وصديق يا سلمان، مستعد بإذن الله على خشمي. الله يحفظه. دائما إحنا الأشخاص اللي يعدون دائما التحديات ويحققون النجاحات، هذولا وجودهم مهم في حياتنا حتى يكونون حافز وأيضا إلهام. يقول بإذن الله خلي الموضوع علي. الله يحفظ. خلاص مستواي عليك، ها إن شاء الله نتمرن سوا. طيب أخيرا إذا عنده إضافة أخيرة سلمان. يقول في البداية كل من دعمني أشكر الجميع، وأشكر القناة الإخبارية، وأشكر المترجم اللي وقف معي، شكرا لكم كلكم. شكرا لك سلمان، وأيضا كل الشكر لك يعني الأستاذ سعود العصيمي لوجودك معنا ولهالترجمة. الله يعافيك. ولجهودك دائما في دعم من تتعامل معهم، شكرا جزيلا لك. الحق واجب. الله يعافيك.